مشاهدينا، موعدنا مكفي معكم. بقول صباح الخير لكل الأشخاص اللي انضموا لنا عبر شاشة مريم تي في. بيعلمنا الكتاب المقدس أن الترنيم جزء من كيان الإنسان، فالمرنم بيقول أرنم لإلهي ما دمت موجودا، كما أن الكتاب المقدس مليء بنماذج العبادة والترنيم والموسيقى، وأكبر سفر فيه هو سفر المزامير. وقديه حلو مشاهدينا أنه نكون عم نسبح الله، وخاصة بأيام العيد. مشان هيك بسرني استقبل الفنانة الراقية والمرنمة غادة يزبك ومروان معلوف، مهندس الصوت وملحن ترانيم وعازف ناي وكمانجا وموزع موسيقى. صباح الخير غادة، وصباح الخير مروان. صباح الخير ريتا، أهلا وسهلا فيكم بمريم تي في. مرسي كثير، نورتوا الشاشة. تسلمي. بالبداية غادة، إذا بتعرفينا أكثر عن مسيرتك الفنية، كيف بلشت ومين اكتشف موهبتك؟ الحقيقة ريتا، أول شيء بونجور، بحيي كل فريق العمل وكل المشاهدين اللي متابعينا اليوم. أنا بلشت من حوالي 15 سنة بجوة قديشة مع الأب يوسف طنوس. بتعرفي تمرنا على أصعب الألحان والطبقات العالية، وكملت نتمرن يعني بتعرفي سوا. رجعت انتقلت لكورال البلمند الشرقي بالجامعة. نعم، حلو. شو يلي استهواكي بمجال الترنيم خصوصا؟ يعني حضرتك فنانة راقية ولكن كمان بترتلي وصوتك كتير حلو، شو اللي استهواكي بهيدا المجال؟ أكثر شيء استهواني القرب لله. نعم. والرياح النفسية اللي بيعطيها الترتيل. نعم، عشان هيك بدي اقول لك قديه هيك بتحسي علاقه الله فيكي، قديه بتقربك من الترانيم. ومثل ما قلتي غاده، شغله كثير حلوه انه واحد وقت يرتل او يسمع حدا عم بيرتل قديه بيرتاح نفسيا، يعني بتحسي سلام داخلي من جوا. 100%. وهيدا الشيء اكيد يعني كثير بعيد عن الفن، ولكن الترنيم هيك له طعمه خاصه. اكيد دائما. اكيد. يعطيكي الف عافيه. مرسي. هل شاركتي بكورالات مدارس او بكورالات؟ ايه طبعا، وقت بخلال وجودي بجوقة قديشة كمان بكورال لبلاماند كنت اعمل اعراس كورال، ريسيتالات روحيه، فيروزيات. نعم، حتى نشارك سوا يعني احنا والكورال الأمسيات. بهالأمسيات. وهل في شيء جديد على عيد الميلاد رح تعملي شيء ولا ما في عندك؟ مبدئيا على نوال لا. على نوال لا. لا. يمكن برغم كل الظروف، كمان في كتير صحيح. ناس عم بتخاف صحيح. تطلع، وبالنسبة لكورونا قد ايه لك بتمرني صوتك غادة؟ اللي زمان ريت تمرن صوتي، زمان. وهلا حاليا عم كمل غناء شرقي بأكاديمية الرحباني. حلو. صرت آخر سنة. وصحيح مثل ما بيقولوا انه الصوت لازم دائما واحد يمرنه مثل ما بيمرن العضلة. أكيد. الجسم. أكيد. يعني اذا حسيتي حالك انه هيك يمكن فتره بعدتي عن التمرين، بتحسي انه صوتك بيتراجع؟ 100%. بدك تضلي تمرني الصوت، تضل ماشي، تضل منطلق. حلو. مروان، اهلا وسهلا فيك كمان بمريم تي في. يعني عم نشوف انه حضرتك بتعزف، يعطيك الف عافيه. قد ايه بتحس هيك النغمه، يعني اذا كان على الفيولون او على الناي، قد ايه بتساعد هيك لتوصل الترتيله بشكل سريع على القلب؟ لانه الحكي بلا نغمه منه حلو. مظبوط. هي الالات هذه، كانه ناي ولا كمانجا، بتساعد يوصل احساس اللحن اللي بده يسمع الترنيمه. نعم. يعني هي نحن عم نصلي. نعم. ومين اكثر شيء بيوصل الاحساس مثل الناي؟ انا كثير بركز بالناي بالترانيم. صحيح. انا ما كنت اعزف، بس حس حالي انه بالترانيم اللي عم لحنهم او عم وزعهم الناي في حنيه. نعم. يعني هيك نعم. بتحس حزن، حنيه، نوستالجي من جوا. نعم. عن جد يعني هلا انت وغاده شوقتوني كثير انه اسمع صوت لغاده. يا ريت بتسمعينا هيك شي ترتيله للعذراء. غاده، انت ومروان تفضلوا، الهوا لكم. كمان من جو نويل، انتوا على ريحتكم اكيد. عياد الليل، زهر الليل، صوت العيد، ضوء الليل، موجي يا سما بالعنائيد، اللي بالحلا بالمواعيد، زار الليل
حتزور كوخ مسحور درب أقمار تلج وزهور واللعب طايرة ويضحك ولاد أرضنا ناطرة والسمع عياد زار الليل يسوع لون الليل يسوع. يعني قديه حلو عن جد، نقلتونا لعالم تاني، عالم الميلاد، عالم هيك الإيمان، عالم الحب. عن جد يعطيكم ألف عافية لاتنيناتكم، هالصوت الحلو وهالعزف كمان الحلو ينعاد عليكم كمان على سلف. الله يبارك صوتك وإن شاء الله دايما هيك، دايما مشاريعك كتير حلوة. غدا كنت بدي أسألك، معقول يكون في عندك هيك مشروع تكوني عم تعملي سيدي للترتيل؟ أكيد عندي سيدي عادي فني مع الشاعر، بوجه له تحية، تونسي سامي الشيخ، دكتور سامي الشيخ. عم نعمل ألبوم تمهل قليل، لأن هلأ صرنا بثالث أغنية. نعم. طبعاً رح ننشره على الفيسبوك وعلى اليوتيوب و... نعم. بوجه له تحية، بوجه تحية كمان لمدام ميسر عبود بليمار ميكس عدعمة كمان لقلي الواسع على الصفحة. أكيد بنوجه لهم تحية. نحن مؤخرا عرفنا انه حضرتك عندك ترتيلة جديدة بصوتك الحلو والرائع عنوانها سأصلي. هي من كلمات والحان سفيرة الشعر العربي مدام يولا ابي هيلا، يلي بنوجه لها تحية كثير كبيرة. يعني لها دائما عندنا اعمال وهي مباركة دائما باعمالها، على وبنشكرها على كل الجهود يلي بتقدمها واللي بتقوم فيها بخدمة الرب. اكيد هالترتيلة كثير حلوة غادة، بدنا نعرف المشاهدين عليها. رح اتوقف انا وياك ومروان والمشاهدين مع هالترتيلة الحلوة. صلاتي أرى ذاتي سأصلي.
بالمسيح ونبني تعالوا نسعى لدرب المسيح ونبني نسعى ونرى غير التسبيح نشني سأصلي ففي الصلاة أرى ذاتي سأصلي درب النجاة صلي ففي الصلاة أرى ذاتي سأصلي درب النجاة فيك إلهي. يعني قديه حلو هالعمل غادة، حلو هالعمل ومبارك، والترتيلة من اسمها حلو سأصلي، يعني قديه نحن بحاجة بهالوقت كمان لصلاة. صحيح. على فكرة بدي ألفت النظر، سأصلي انعملت بأصعب ظروف، كان البلد بأول كورونا وبعد أسبوع تسكر البلد نهائيا وسجلناها. وأيمتى انعرضت؟ انعرضت عيد الصليب على عيد الصليب. إيه؟ أكيد يعني انعرضت وأكيد أخذت النجاح اللازم لأنه اسمها سأصلي، مشان هيك لازم نحن ما نمل أبدا أنه نصلي، وخاصة بهالأيام الصعبة صحيح. اللي عم نمرق فيها. مروان، شو مشاريعك الجديدة بالترانيم؟ الحمد لله نعمة الله كبيرة علي، يعني كل يومين ثلاثة في عنا ترنيمة عم تنزل. نعم. يا تلحين يا تسجيل يا توزيع يا في أنا ويا ترنيمة سوا كمان، في ترنيمة قريبا جديدة للعذراء إن شاء الله بالتوفيق. أكيد غير الأغاني والألبومات. أكيد الله يوفقكم يا رب. لكن في ترتيل جديده راح تكون، نشكر الرب دائما. في على فكره كمان ترتيل لمر شرب ليولا حرب كمان لمدام يولا. اكيد مدام يولا، يلا ان شاء الله قريبا بنشوف هالاعمال الحلوه يا رب. اكيد. هلا انا لانه سمعت صوتك غاده وسمعت عزف مروان الحلو كثير، اكيد وانا بحب العذراء ان شاء الله دائما بترفقكم وبتحميكم، حابه اسمع شيء هيك مقطع من ترتيله للعذراء بصوتك وبعزف مروان. اوكي يا مريم بكر اكيد حلوه كثير. الله يا رب ينعم
سعد عليكم ألف الله يبارككم. شكرا، يعني إن شاء الله العذراء دايما بترفقكم بكل أعمالكم أكيد. أمين. بشكر استضافتكم لنا أنا وأستاذ مروان. أهلا وسهلا فيكم. يعني أكيد بالنهاية غادة يزبك الفنانة الراقية والمرنمة، أكيد بدي أشكرك لحضورك معنا بمريم تي في، نورت استوديو، بدي أتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك المهنية يا رب. وأكيد بدي أشكرك مروان على حضورك كمان معنا وعلى عزفك الراقي مثلك أكيد. شكرا لكم. بتمنى لكم أعياد سعيدة وإن شاء الله هيك دايما من نجاح لنجاح ومن تألق لتألق. مرسي ريتا، كلك ذوق. أهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا موعدنا وصل لنهايته معكم اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الحلقة. أكيد أنا بشوفكم بحلقات جاية. الله معكم.